بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد من الفيديوهات اللي انتم بتحبوها، فيديوهات البلاستيك، الحاجات اللي بتحبوها بقى عشان عيد الأم وكده. إن شاء الله النهاردة احنا في عنوان تاني خالص، في منطقة تانية خالص. الأستاذ دلوقتي هيقول لنا العنوان. العنوان بالظبط بقى يا استاذ، الاستاذ هيشرح لنا العنوان عشان اللي هيجي يا جماعه يبقى بالظبط. شارع ابن الخطاب. شارع ابن الخطاب جنب قهوه الشيوخ. جنب قهوه الشيوخ. شارع ابن الخطاب ده فين؟ في انهي منطقه؟ في محطه مصر. في محطه مصر، يعني لو نزلوا من القطر يقولوا شارع ابن الخطاب. شارع ابن الخطاب من عند الاول عالي اهو، من عند هيجوا كده هيلاقوا المكان. تمام، هتدخلي قهوه الشيوخ اهيت. بص يا جماعه، قهوه الشيوخ دي معروفه. فين القهوه دي؟ اللي هي هناك دي اسمها قهوه الشيوخ. تمام. فالمنطقة معروفة. هنشوف دلوقتي الحاجات أسعارها حلوة جدا بمناسبة عيد الأم. هندخل مع بعض ونشوف. أي جزء هنا كده، أي قطعة هنا بخمسة جنيه. أي قطعة هنا بخمسة جنيه. جنيه. تمام، أي حاجة بالحاجات أي دي. أي حاجة موجودة هنا بخمسة جنيه. تعالوا بقى أفرجكم بقى على الحاجات. أم خمسة جنيه. بخمسة جنيه. بصوا. بخمسة جنيه. خمسة جنيه، تمام، تمام. أهو الاستانلس. منظم التلاجة. منظم التلاجة بخمسة جنيه. انا جايبه لكم بقى المنبع اللي بيودي، يعني بيودي البياعين كتير جدا. ده المنبع. 5 جنيه الطفايه. 5 جنيه الطفايه. تمام. مصفه الرز. مصفه الرز اهي 5 جنيه. حاجات كتيره ب 5 جنيه. المصفه اهي. المصفه اهي. الاطباق. بصوا يا جماعه الاطباق. الطفايه الاستانلس. طفايه الاستانلس اي حاجه 5 جنيه. بصوا المنظم ده جميل جدا. في كمان شركه خرشه. دي ايه دي؟ ده مصفه برده فاكهه. ده زي طبق فاكهه كده. برضو مصنع والوانه طبعا يا حبايبي. ايه المصنع؟ صحيح، مصانع خرشد ومصانع ايه؟ الوطنيه. والوطنيه خرشد. هلال ونجمه، كله مصانع معروفه. كل المصانع المعروفه موجوده، عشان بس ما تقولوش البلاستيك بتاعه ممكن لا، البلاستيك حلو اهو. في برضو دي برضو اهي. تعالى اوريكم كل الحاجات اللي هي بخمسه. احنا دلوقتي في القسم اللي هو بتاع خمسه. تمام اهو. وفي اللي هي البولات دي بخمسه برضو، ودي بتاعت اللي متعلقه دي، وهي خمسة اهي. خرشة. في اهو تاني اهو. هفرجكم برضو انا عشان تشوفوا الالوان. اي حاجة هنا، اي حاجة منها بخمسة. اهي الاطباق. وفي ده سيرفيس برضو كبير اهو. ده بخمسة الواحد. وفي البولات دي، في دول برضو الواحدة. ده بيدخل مايكرويف. تمام اهو. الوانه ايه؟ هو اللونين دول ولا؟ لا، أربع ألوان. أربع ألوان، بصوا ألوانه. موف أهو، الألوان التركي طبعًا اللي بتحبوها، والتركي اللي هو ده الموف، وده واللون البامبي، واللون اللي هو البستاش ده. تمام؟ ماشي، هفرجهم برضو على دي، وده ستيكر البوتاجاز أهو برضو بخمسة، والمبشرة دي، والمبشرة دي بخمسة، عشان مش هحرمكم من حاجة، كل حاجة أوريها لكم. ده الستيكر الكبير. ده الستيكر الكبير بخمسة. الخمسة وستة شعلة، بصوا بخمسة جنيه بس. عشان في ثلاثة شعلة، الثلاثة بعشرة جنيه. ايوه فعلا فعلا. ايوه هنروح بقى اللي هو ابو كام؟ ثلاثة بعشرة. يلا بقى دلوقتي على القسم اللي هو ثلاثة بعشرة. من هنا تعالوا بقى اتفرجوا. تمام، أي حاجة بقى من دي هنبتدي بقى كده. أي حاجة من أول هنا، من أول الباسكت ده. باسكتات دي ثلاثة بعشرة. المصافي دي ثلاثة بعشرة. بصوا المصافي دي اللي هي البلاستيك. القمع 3 ب 10 برضو. اشكال علبه الثلاجه الحراريه بتخش الميكرويف. علبه الثلاجه 3 ب 10 دي بتدخل برضو الميكرويف، ومشروح كمان عليها تدخل، وكل حاجه مكتوب عليها وعليها رقم 5، يعني معناها طبعا الايه انها صحيه اهي. تمام، عشان الناس بتبقى قلقانه. في برضو ده للطقم اهو، ثلاث حتت للاطفال. للاطفال برضو. لا يا تمام، برضو عليه رقم 5. وعليه برضو رقم 5. طبعا في منه الوان يا جماعه. كل الوان في كذا شكل. تعالوا بقى افرجكم كمان على الالوان الحلوه والحاجات الحلوه اهي. دي بصوا كده اهي، حاجات دي كده اي حاجه 3 ب 10. مصافي اهي شكلها، ودي الوانها، يعني الوانها اهي. وفي بقى السمكة دي، السمكة دي بقى في منها بقى الأخضر، في منها الأصفر. طبعا هاتوا بقى وألوان بقى اللي انتوا عايزينها يعني أهي. تمام تمام. في إيه بقى؟ في برضو القلوب. أشكال كتيرة قوي لعلب التلاجة، أنا شايفاها بصراحة منتشرة جدا السنة دي. شايفاها بألوان كتير وأشكال كتير، على شكل قلب وعلى شكل مدور وشكل ورقة شجر كده.
المحل طبعا عايزه اقول لكم ان في حاجات كتيره جدا لسه هنشوف ب7:30، ولسه هنشوف ب10، ولسه هنشوف حاجات تانية بتاعت العرايس برضو. عايزه افرجكم على كل حاجه، اخدكم معايا في الجوله دي، يعني بجد جوله ممتعه جدا ان شاء الله. اتمنى ان هي يا رب تبسطكم. خليكم بقى معايا، هنكمل بقيه الفيديو ان شاء الله، وندخل نشوف ايه الحاجات التانيه واتمنها. ده كمان طبع ال3 ب10، يعني احنا شفنا الجزء ده كله كده ال3 ب10، تمام. وفي 4 ب10، يعني مثلا طقم التوابل ده ال4 ب10، في كمان هنا ال3 ب10. ادي اطباق اهي، دي اطباق برضو جديده، حاجات جديده، في حاجات جديده انا بشوفها لاول مره بفرجها لحضراتكم. دي الوانها اهي، بصوا مثلا ده القارب ده 3 منه ب10، في اللي هي المصافي الصغنونه دي، احنا كل ده، والطفايه 3 ب10 لو عايز طفايات، طفايات الازاز اهي. دي البلاستيكات اهي، دي بقى هنا الكوبايات، اي 3 كوبايات ال3 ب10. دي برضو دي ايه دي؟ ده ب3 ب10، ده ب3 ب10 يا جماعه. البولات دي ب3 ب10 اللي هي طالعه جديده، دي جديده السنه دي، انا اول مره اشوفها. طفو تمام اهي، كوبايات اهي اشكالها اهي، عشان لو عايزين تشوفوها. دي ب6 ب10 صح؟ تمام. وفي دي ملاحات دي ولا ايه؟ بصوا في ملاحات جديده اهي برضو، دي برضو اول مره اشوفها. يعني الحاجات المكرره ما بحبش اوريها لكم، الحاجات الجديده بوريها لكم. ده طقم ملاحات، ملح بقى فلفل اسود، رمضان جاي طبعا. دي بقى اللي هي الاناناس، مبشر التوم 3 ب10، تمام. الباسكتات دي الحلوه دي اللي هي التركي الدانتيل، ادي الباسكتات اللي احنا شفناها دي اللي هي ال3 ب10. دلوقتي بقى باذن الله هندخل على الحاجات اللي هي ب10، خليكم بقى معانا هنشوفها ونشوف اشكالها عامله ازاي. ده قسم اللي هو اي حاجه فيه ب10، ده كده قمع بمصفى، دي برضو حاجة جديدة في نفس الوقت مصفى وفي نفس الوقت قمع. دي مكنسة من غير يد ب10 جنيه، كل اللي احنا هنشوفه دلوقتي ب10 جنيه. لمامة سجادة اهي، بومبونيرة برضو ب10، دي الطفاية اللي على شكل الزهر دي ب10، في اهي طفاية تانية سكرية تانية هنشوفها دلوقتي، اللي هي غطاها بيبقى ألوان، في ألوانها غطاها بيبقى ألوان حلوة جدا أهي. عايزة بقى تجيبي على عيد ولا حاجة، عايزة تغيري أهو، ده ب10 أهي. في منها ألوان على فيها معلقة كمان، حلاوتها كمان فيها معلقة بصراحة. وبصوا المعلقة بتتحط في قلب الغطا، في أهو ألوان منها، في اللبني وفي البستاج منها. دي البرطمان ده ال1 ب10، ده ازاز، في حامل سخن اهو اللي قدامنا ده، ده حامل سخن، ودي فرشه تواليت بالقعده بتاعتها. ده كوز ستانلس، كوبايه يعني ستانلس كده صغيره، ودي فرشه شيش ب10، ولانش بوكس ب10 لو عايزه تجيبي من دلوقتي للسنه الجايه برضو، ودي زمزميه ب10، يعني زمزميه ولانش بوكس موجودين كذا لون بقى. طبعا فيها عليها رسومات للبنات، وفي رسومات تنفع للولاد. دي بانيو، ده ممكن يتحط فيه حاجات كتيرة قوي، يعني ممكن تستخدميه في اكتر من حاجة. البانيو ده برضو ب10، حامل المعالق ده ب10 كبيرة اهو، الشفاشق دي ب10، ده البانيو والوان اهو، ده بتاع الكريم شانتيه يا جماعة، شفناها المصفة دي. وباسكت اهو ب10، باسكت ب10. في بقى اللي هي العلبة دي اللي احنا شفنا منها ال3 ب10، في بقى الكبيرة بتاعتها، دي الكبيرة ال1 ب10 بقى تحطي فيها مثلا، تخزني فيها حاجة. دي خامة برضو حلوة، بخاخة خامتها كويسة ب10، وجاروف وفرشة ب10. وده كمان، ده الصاج ده بتاع زمان ده، وده في برضو الكرسي ده ب10، العياشة دي ب10، دي الشرش ده حبل غسيل، حبل غسيل.
في ايه كمان؟ العياشه بالوانها، وادي لبني وبامبي واحمر. باسكت برضو للاوض، كل شكل، كل واحده ليها شكل. في كتابه مكتوب عليه، في رسومات، في برضو ورود اهو. دي للاوض بقى، دي برضو بتاعت المعالق والشوك الكبيره برضو. الكروانات اللي هي، قصدي ايه دي، المصافي اهي الكبيره، مصفه كبيره دي ب10، منظم اهو ب10، مصفه رز، والاستلس بقى، الاستلس ده صواني دي ب10. ودي الميلامين، دي انا مسكتها في ايديا تقيله، يعني خامتها حلوه جدا على فكره، وما صدقتش انها ب10. المبشره البلاستيك دي شفناها في حاجات كتير جدا، بس طالعه موضه اللي هي ب10 بقى. دي مشابك غسيل ب10 برده، 24 مشبك. والاستل اهي اللي هي الاستلس دي، طبق الالومنيوم اهو بتاع زمان اهو ب10. اهي دي الصينيه اهي، وتقيل على فكره برده، يعني انا بحسبه خامته خفيفه، لقيته خامته حلوه جدا. حاجتهم جميله بصراحه، واسعار جمله تقال فعلا بالامانه. انا مسكتهم في صواني شاي اهي ب10، تنقي فيهم الرز، في المنظم ده ب10. ادي كل الحاجات اهي، مصفه رز برضو دي جديده. العرايس حبايبي بقى، والست اللي عايزه تجدد، اديني وريتكم يا حبايبي كل حاجه. بصوا الاطباق دي جميله قوي، شكلها حلو قوي برضو. ودي ب10 برضو، منظمات بقى، وكل انواع البلاستيكات موجوده بصراحه، سوق كبير يعني. ادي قدام حضراتكم اهو بقى، ده درج المعالق، منظم المعالق ده بتاع المطبخ، في البلاستيكه دي ب10، تحطي اغسلي فيها الحاجه، تحطي فيها حاجه. الواناتهم بقى، بصوا الالوانات، يعني 100 جنيه هتجيب لك 10 حاجات. دي مصفه رز على شكل دورق كده، دي كبيره اهي برضو ب10 اهي، ده برضو اهو ب10 برضو. السبت اللي هو دانتيل ده شكله حلو. لسه بقى خليكم معايا باذن الله، احنا لسه في ب10 برضو. الاطباق الكبيره بقى بتاعت الغسيل بقى، طبعا احنا لازم الحاجات دي بنحتاجها دايما، اطباق الغسيل بقى. على فكره في كذا شكل، في طويل، في مربع، في مدور، والمدور فيه كذا شكل، وفي بيلمع، وفي مطفي كده. ادي اشكالهم اهي، كانكم معايا بالظبط اهي، مكتوب حتى ب10 اهي. في المصافي دي برضو ب10، في الباسكت ده كمان ب10. دي لعب اطفال اهي ب10، لو عايزه تجيبي مثلا لعيالك. في اهو كل بقى اللعب اللي موجوده دي، مكعبات وعربيات. في طقم توابل ب17.5، التفاحه ده، ودي التلاته ب20 اللي هي، والاربعه ب25، الخمسه ب25 كمان، تخيلوا، والتلاته ب20. وادي بقى المكعبات اهي تاني اهو، كل حاجه اهي جبناها، ما سبناش حاجه. اي حاجه في الحاجات دي ب10 جنيه برضو. عندنا مثلا 3 مصافي، عندنا الست سكاكين دول، يعني دول يا جماعه 6 سكاكين ب10. مضرب البيض في الاستانلس، وفي اللي هو السيليكون، في الاثنين تمام. هراسه البطاطس، قشره سمك، قطاعه بيتزا، وهراسه هي سيليكون، استانلس وسيليكون. عندنا المبشره، ماسك تلاجة برضو، الحاجات اللي احنا بنلاقيها على النت بقى، مبشرة كف، في ايه تاني كمان، اللي هي السكاكين السيليكون، وقشرة السمك، المشابك السيليكون،
والعلاقات برضو الهدوم ب10. تمام. شياطة الرز دي برضو بيعلقوا عليها المجات، او ممكن نعلق عليها اي حاجة. وكل الحاجات بقى اللي قدام حضراتكم دي ب10. اي في قطاعة بيضة اهي اللي لونها اخضر دي، وشيالة الفلافل، حاجات كتيرة، والماسك ده كده القسم ب10. خليكوا بقى معانا، يا ريت بقى ما تنسوا. احنا دلوقتي في القسم اللي هو اي حاجة ليها سعر، يعني كل حاجة ليها سعر مش بسعر موحد زي الاقسام اللي فاتت. عندنا مثلا ده منظم الدرج اللي بتحط فيه طبعا شرابات او ملابس داخلية، ده ب25 جنيه، ودي صفاية معالق ب25 جنيه. عندنا الكوبايات، 3 كوبايات دول ب12 ونص، المج بتاعها كبير على فكرة. تمام. كنكة اهي ب15، تقيلة، انا مسكتها في ايديا تقيلة. ده اللي هو بيتحط فيه التوابل، منظم التوابل ده ب15، والكبير ده ب20. ده طبعا بيبقى حلو في المساحة وكده. مجات قهوة دي 6 ب15. في دي اللي هي البونبونيرة اهي، بونبونيرة ازاز دي ب45. وفي شكل تاني اهي ليها للبونبونيرة ب45 برضو، بس دي شكل تاني. تعالوا بقى نشوف الكاسات او اللي بيتحط فيها الجيلي او رز بلبن، 6 ب35، وده منظر تاني اهو. في اهي رشاقات الهدوم اهي دي ب15، والوانها بقى دي كمان. الاطباق دي بتدخل الميكروويف بالمعالق بتاعتها، دي ب25 بتخش الميكروويف، الحلة دي ازاز وبتخش الميكروويف، دي ب25 الواحدة. طبعا حاجات كتير جدا. دي الرشاقات دي ب15 ستة. بصوا الالوان وجمالها بقى واشكالها. ده ثبت يا جماعة، ممكن تحط فاكهة وممكن المنظمات، ب12 ونص. بصوا في برضو باسكت ده ب20، ده باسكت 20 ممكن تشيلي فيه حاجة، يعني ممكن تشيلي فيه اكتر من حاجة. وفي منظم تاني ده برضو دي كبيرة شوية، ده ب17 ونص. وفي منظم اهو تاني برضو ده ب15 بس. والعياشة دي، العياشة دي ب20 يا جماعة، خرشد على فكرة. في حاجات تانية اهي، في ده مثلا بالمعالق بتاعتها دي ال24. في بقى زعافات، في حاجات كتيرة جدا زي ما حضراتكم شايفين. بصوا الصواني دي لفتت نظري برضو، الصواني دي بلاستيك ب10 ومساحتها كبيرة جدا، تحطي عليها بقى الفطار الغدا. القسم ده بقى الاسعار فيه متنوعة. تمام. دي بقى قسم العرايس، دي بقى ايه؟ منظم. ده ممكن تحطيه جوه مثلا، تحطي فيه المنظفات، هو حتى مرسوم عليه يعني. ده بكام ده؟ ده ب25. وطقم ال اهو، بص الوانه، دي الوانه اهي عشان يمشي مع اي مطبخ. 27 دي ب27 ونص. ست ده بالحامل بتاعهم ولا لا؟ لا من غير حامل دول. تمام. المطبقيه دي بكام؟ كام؟ 100. المطبقيه دي ب100. دي برضو حاجات العرايس. في المنفضه دي، انا بتشد الدنيا اول حاجه دي. في سبت الغسيل، سبت قصدي اللي بتنزليه من البلكونه، عامل كام؟ ب20. دي اشكاله بقى، بصوا عشان تفرح العرايس اهي. بصوا سبت الغسيل دي عامله 100. دي ايه دي حبيبي؟ دي بتاعت الزبالة. الزباله صح؟ باسكت الزباله اهو بتتشال وتتحط، دي ب100. فيها ايدين كمان، ايوه كده، الله ينور.
في الكراسي دي ب 15، الكرسي ده ب 15 اهو. بصوا الكراسي فوق كمان، الكراسي الملونه دي بكام؟ اللي هي الحلوه دي اه بتاعت الاطفال دي، بصوا بتاعت الاطفال دي حلوه جدا، عايزه افرجها لكم برده ب 15. المنفضه اهي بقى، المنفضه ب 10 جنيه عشان تنفضي بقى بيها ايه اللي انت عايزاه. طبعا في منها الوان، بلايه عامله 65، الكاتل ده ب 65، كاتل الميه اهو ب 65. تمام تمام، بصوا افرجكم على المنفضه دي ايه، افرجكم على الوانها، انا عارفه العرايس بتحب الالوان اللي هي دي. تمام، هي دي اللي هي الشانون ده بكام؟ الشانون ده ب 150 بس، الشانون ده ب 150 بس يا جماعه، ثلاث ادوار. تمام تمام كده كله تمام، اهو الكرسي الملون اهو بتاع الاطفال اهو ده كده تمام كده احنا شو. وطبعا دي احنا قلنا عليها اللي هي بص في طقم عندك، الطقم التوابل ده بكام اللي هو الوان ده، ده بالحامل بتاعه بقى ده بكام؟ ده عامل 50، ده عامل 50. هو في كام واحده؟ في سبعه. اه وفي الوان اهو منه تحت. بص يا جماعه عشان لو حد عايز يجيب طقم توابل هديه او حاجه، الطقم ده عامل 50 تمام. وطبعا دي احنا شفناها، والحله بقى دي اللي هي العلبه قصدي، اه علبه خزين دي بكام؟ 35. تمام زي الفل، زي الفل. لسه تاني لسه؟ طب يلا خليكم بقى معانا. الحاجات دي بقى القسم ده كله بسبعة ونص، تعالوا بقى نتفرج على اشكال الحاجات اللي بسبعة ونص بقى. ادي المصافي اهي، ومنظمات دي للصابون السايل، دي بتاعت الصابون السايل يا جماعه، في منها كذا لون، في دي بسبعة ونص، في دي اطباق تسالي دي، ودي الادراج، الادراج بتاعت التلاجة اهي، المنظمات يعني بتحطوها في الادراج كده بتنظم الحاجة. اللي وقع ده دلوقتي دي يا جماعة زي طبق تسالي بسبعة ونص برضو على شكل ميكي، راس ميكي شكله حلو قوي على فكرة. اللي دي اللي قلنا عليها ايه، في علب دي واحدة منها بسبعة ونص، احنا كنا شايفينها بتلاتة بعشرة، دي الكبيرة، ودي برضو بسبعة ونص بتاعت المعالق والكوبايات الحراري. وفي بصوا المنظم ده انا كنت جايباه بصراحة اغلى من كده، بس هو سبعة ونص يعني، فاسعارهم حلوة جدا، ده بسبعة ونص بس. ادي الوانه اهو، ادي ده كده القسم بتاع سبعة ونص. دي ده برضو حراري، حاجات حراري بقى بسبعة ونص الواحد. وفي فويل بتاع الفويل اللي هو بتاع البوتاجاز تمام، في بتاع الاكل، في برضو بتاع الاكل كده خلاص. طيب في اطباق بقى، بصوا الاطباق دي، طبق ده طبق جاتوه الواحد بخمسه، ده بخمسه حطه بقى كويس، خلي بالك وده بخمسه اهو تمام، والشكل ده بخمسه، دي بقى الحاجات اللي هي بخمسه. تمام كده تكون خلصت الجوله بتاعتنا، يا رب تكون عجبتكم، بنتمنى منكم الدعوه الحلوه واللايك والاشتراك في القناه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.